ليكو الباب يلا. بهذا البيت ما إلك مكان أبدا. لا ريشاب لو سمحت. لا قلت لك اطلعي. أنا بريئة بترجاك تسمعني، كلهم عم يكذبوا ريشاب. بترجاك بترجاك لا تصدقون ريشاب. بترجاك عمتي كارينا، بترجاك يا عمتي، بترجاكي ما تشكي فيني. أنا هلأ بحاجتكم كتير، بترجاكم تصدقوني. بترجاكي يا عمتي تصدقيني. بترجاكي بترجاكي يا عمتي. قلت لك اطلعي لبرا. لا لو سمحت تحكي الحياة للكل، قلن بترجاك لو أختك بمحلي كنت أنت رح تدمر حياته وتأذيها بس مشان المصاري. اللي رح تقدر تعيش مبسوط بعد ما تعمل فيني هيك؟ ما بصير تبني سعادتك على تعاسة غيرك. أنت بهالطريقة عم تغلط كتير بحقي. خلاص بقى خلاص، جاوب على سؤالي. يلا لبرا. إنه أنا بريئة. يا جماعة أنا عرفت غلطتي. أنا كذبت عليكم. إيه كذبت؟ معلش بترجاكي سامحيني، أنتي أنقذتيني من غلط كبير. بس كان معك حق، لو كانت أختي مكانك معقول أعمل فيها الشي هاد؟ شو؟ لا ما كنت رح أقبل يصير معها هيك أبدا. بترجاكي تسامحيني، أنا حاولت خرب زواجكن وأعمل مشاكل بعائلتكن، مع أنه زواجكن هلأ لساته ببداياته. بترجاكي سامحيني. انت بدك تحكي الحقيقه، وهالمره لا تفكر تكذب علينا منوب، لانه هالمره اذا فكرت انك تكذب علينا ما رح سامحك. فهمت؟ يلا احكي الحقيقه. بترجاك معلم. لا تنادي لي معلم، هي معلمتك. لا ما تجبرني اكذب اكثر من هيك. انا خلص ما رح اقدر اعيش بهالذنب هاد. ايه مزبوط، انا حالتي سيئه لهيك طمعت، بس كل المصاري اللي أنا أخدتها لا ما بتخليني إزي. شو عم بتقول أنت؟ أنت أساساً حكيت الحقيقة، ليش هلا عم بتكذب هون؟ أنت بتعرف إنك بلشت تكذب، يلا أحكي الحقيقة، لأنه إذا بترجع بتكذب أنا ما رح أسكت لك مرة تانية. عم تفهم؟ يلا أحكي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.